طبعا يعني ده يعني كان يعني اختصار حوالي 3 4 ساعات بتقرير احنا عملناها قبل كده، ولكن كان بعد تقريرنا بعد ما شفنا المنتجات كان تساؤل الناس فين السمك ده، فين الجمبري ده، اسعاره هتكون ايه، هل فعلا هيبقى يعمل وفره في السوق. وكان من ضمن الاسئله اللي هي طبعا زي ما بقول لكم التعليقات السلبيه ان احنا مش هنشوف ده، ليه مش هنشوفه؟ ما يعني ده اكيد الناس الثانيه هتاخده اكيد، اللي هو زي ما انتم عارفين ان دايما بس الاحباط ده، لا احنا مش هنشوف السمك ده، احنا مش هيبقى لينا، مش هيبقى كذا وكذا وكذا، ومش لاقينه في السوق. مفروض ان السمك والجمبري بتاع غليون مفروض ان هو بدا يتوافر في السوق. احنا نزلنا بكاميرا مصر احلى نشوف الـ راي الناس في سوق السمك ايه، وهل فعلا السمك بدا يبقى متواجد وهيبقى فيه وفره فيه، وهل هيبقى فعلا مؤثر على الاسعار وبدات الاسعار تنزل بشكل او باخر. تعالوا نشوف تقريرنا في سوق السمك ونرجع تاني. اشتري سمك بلطي، سمك قراميط، بس الحاجة كلها غالية مولعة نار. يعني الأسعار غالية جدا، ب 28 جنيه ب 27 جنيه، والتاني ب 100 ب 120 و 130، مش عارفين نعمل إيه أصلا. الحمد لله إحنا أحسن من غيرنا بكتير، ما بنقولش حاجة، بس إحنا كده تعبانين تعبانين. يعني هو الريس الحمد لله عمل لنا بتاعت أسماك كتيرة، فين السمك بقى الرخيص؟ ما بشتريش سمك إلا كل فين وفين. كنا بناكل ممكن ناكله في كل أسبوع سمك، لأن السمك مغذي وحلو للعيال، بس دلوقتي عشان غالي ما بنعرفش نجيبه. الأسعار جبت البولتي ب 30 وجبت الجمبري ب 250، كل حاجة موجودة، كل واحد يعيش على قده. هو لازم الواحد يعني كل واحد يعيش على قده، اللي معاه بيجيب على قده، وممكن هي اللي انا جبته مثلا ده هي تجيبه مثلا ب 150، انا جبته 250، ممكن هي تدور في السوق كويس تجيبه ب 150، مش مشكله، كل واحد ياكل على قده. الاول كان مثلا 16، دلوقتي تلاقيه بحاجه و20 28 30 كده. حتى انت شايفه السوق كله فاضي ازاي؟ زي يعني الاول كان مليان، بتلاقي الدنيا زحمه، ما تعرفيش تخش السوق من كتر الزحمه. غالي قوي، بجيب برده بس بجيب على قد بقى، يعني مثلا لو هجيب مثلا 5 كيلو دلوقتي بجيب 3 كيلو عشان الغلو. كل السمك زي النهارده ب 12 13 جنيه. لو حد قال لك في بوك برد في السوق يبقى كذاب. ده كله مزارع، الصح ده مفيش شيء. 15 16 حته بلدي كيلو من كتر البودر اللي بقى في الترعه او برماها في البحر اساسا عدم السمكات كبيره. فتره الزراعه الصغيره دي. فالصياد بيصطادها 20 جنب واحده كيلو 15 واحده كيلو، ده الشبار اللي هو الصغير ده يعتبر بلدي. اما ده كل السمك اللي قدامك شايفاه صاحي وميه مبسوط ومحطوط صاحي، ده مزارع الفيوم، ده بيجي باكسجين، بيجي محمل من الفيوم 12 انبوبه اكسجين بتحط في البراميل عشان تحافظ عليه لغايه ما يجي صاحي هنا. لو ما تتاكلهاش الاحسن كل سمك ب 18 جنيه. وزي ما انت شايف السوق مراجيح مش حاجه ابدا. عارفه لو فيه رقابه علينا بالذات على التجار الكبيره وعلى المزارع الطالعه يبقى كل سمك ب 10 جنيه، الناس لعبت. يعني انا كراجل النهارده معايا 5 6 عيال باخد لي 5 6 كيلو سمك ب 200 جنيه. مع عمك بتعمل يكلفه 200 جنيه. باكلهم طق وبالليل ادور على عشاء اجيب منين؟ مرتبي كام؟ معلش لو باخد 5000 جنيه مش هعمل حاجه. السمك ليه مواسم عامه، انا دلوقتي ببيع بولتي. من اول 9 وانت طالعه بشتغل في السويس، اللي كل سمك ليه موسم. اليومين دول بولتي بس حاليا. في شهر 9 و10 و11 و12 و1 المواسم ديت بتبقى السويس بتفتح بتطلع منها سمك حلو. اليومين دول دمياط هي اللي شغاله، الموسم بتاع دمياط بيطلع منها مكرونه وجمبري والحاجات، بس ما بتكفيش الداخل هنا، فاهمني؟ هتلاقي الاسعار رافعه، الحاجه ام جنيه هتبقى ب3. في نفس الوقت غلو البنزين والجاز والحاجات دي مسببه تريح في السوق. اساسا بياعين احنا بنشتري من تجار هنا، هنا في اكتر من 8 9 تجار بيبقوا هم ماسكين السوق ده كله، بيبقوا هم عارفين مين اللي مش منزل مين اللي منزل، فده هم اللي بيتحكموا في الاسعار. احنا بياعين، احنا مش صحاب مزارع، ما عندناش مثلا القدره ان احنا نرخص في الاسعار والكلام ده. البولت ب 25، بولت متعود اهو مستريح اهو، مش غالي. المزارع بقى لنا 30 سنه بنبيع فيه، منين الوقت بقى ملوث؟ الوضع احسن حاجه المزارع بقى لنا 30 سنه نبيع فيه الوقت. الزبون بياخده وبيقول لك لا ده حلو،
ما اشتكاش منه. مزارع الجيش بس ما ظهرتش يعني، محدش شافها. وبعدين مزارع الجيش هيبقى ارخص من ده 25، مش هيبقى ب 25.